احتفل اليمنيون بذكرى ثورة سبتمبر كتأكيد على إيمانهم بضرورة النضال من أجل الجمهورية والتحرر من الاستعباد الإمامي القديم والجديد. لكن السؤال المثير للاستغراب: لماذا احتفلت ميليشيا الحوثي بها؟ لقد أعادت ميليشيا الحوثي اليمنيين عهودا سحيقة للوراء، وتسببت بتدمير المدن وتشرد المدنيين واستدعاء التدخل الإقليمي. ومن هنا بدا احتفالها بسبتمبر عملا مستفزا، فكيف تحتفي جماعة بالمبادئ التي تقاتل ضدها؟ احتفال الميليشيا بذكرى الجمهورية طرح عدة استفهامات حول ميليشيا اغتصبت السلطة بقوة السلاح ثم تحتفي بالديمقراطية، وجماعة تعتقد أن أتباعها سادة ومخالفيها عبيد، ثم تحتفل بالجمهورية، الجمهورية التي تعني تساوي الناس بالحرية. بنظر غالبية اليمنيين لم تكتفي ميليشيا الحوثي بالتحالف مع قوات المخلوع صالح بالانقلاب على الشرعية ونهب مؤسسات الدولة، بل ذهبت بكل جرأة إلى سرقة حتى اسم الجمهورية والتستر خلف أهدافها، في تناقض واضح مع كل أعمالها الإمامية ومشاريعها الإجرامية بحق اليمنيين منذ أكثر من 3 سنوات. ويرى مراقبون أن احتفال الميليشيا بذكرى سبتمبر بعد احتفالها بالولاية الإمامية ليس إلا تعبيرا عن خوفها من فكرة الجمهورية التي ما زالت محفورة في عمق الذاكرة اليمنية. الذاكرة الوطنية التي ما زالت حية وقوية في كل ربوع اليمن، والتي تقاوم الآن بكل وعي بعد أن عملت ثورة 11 فبراير على نقل روح الجمهورية من رفوف النخبة والسلطة إلى بيوت اليمن وشوارعها.